ولك يا هيك الصباحات يا بلا، يا صباح القشطة، يا صباح العسل البلدي. صباح النور. شو طمنيني، ارتحتي من نومي؟ كتير مريحة الغرفة. لك بس والله غرفتي أرياح. كيف الشغل؟ يمين هلا من سيرة الشغل، شو بدنا بالسردين؟ عم نحكي عن لقوس. لك أنا لقوس؟ أنا ما عندي نفعك، أنت بدك وحدة صبية. يا لطيف شو فهمتيني غلط. عنده أنا بحبك وبدي إياكي على سنة الله ورسوله قدام العالم كلياته تكوني مرتي، مرتي اللي برفع رأسي فيها. ليش قلتي؟ قلت نفس الحكي، أنت بتستاهل حدا أحسن. وهذا الحدا أنا ما بدي إياه، بدي إياكي أنت. طيب ليش؟ تعرفي ليه؟ لأنه بحياتي كلها ما حدا عمل معي منيحة، أنت الوحيدة اللي وقفتي جنبي. ولك أنا إذا بتمرك بالذهب ما بفيكي حقك. لك لا، بكفي وقفتك معنا. أنا قلت اللي عندي، فكري فيه، قلبي بدماغك. اسمعي، قعدتكم عندي هون ما لها علاقة بجوابك. أنت بحمايتي، إن قلتي إيه وإن قلتي لا. ما بعرف كيف بدي أشكرك. أعطيني وقت لفكر. وبهالشكل خالتي كسبت شوية وقت. بابا ما عرف طريقنا. بالمختصر ورغم غلاظة عماد وتقل دمه، مر علينا يومين ونحن مطمنين نسبيا. يا صباح الخير يا عروس. صباح النور. لا غنى عنك عمو، بس هذا الحكي مو لالي، هذا الحكي لخالتي. صباح النور. شو فكرتي بالموضوع؟ وإذا قاعدة إيه ما شاء الله صارت صبية أم الرين. مشان اللي خلقك اقنعية إني أنا عريس لقطة ما بيتفوت. أيها شو بده؟ ألو هلا معلم، كيفك؟ بالبيت والله، بتشرف بيتك ومطرحك. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. دقيقة وبيكون هون. يا ميت أهلين وسهلين، يا ميت أهلين وسهلين، نور أهلين أيام بيك. أهلين سيد إيمان. لا تواخذني بس حركتي صايرة تقيلة شوي. ولو خذ راحتك. ما بدك تسألني ليش حركتي تقيلة؟ إن شاء الله ما تواخذني هلا فايق، لسه عمالي بصحصح. خير شو صاير؟ والله يا عماد بيك أكلت سكينة بظهري. ولي شو الحكي هذا؟ ومين هيك عمال؟ ابن الشغالة. لعم على البشر. وين صار هذا الشيء؟ وقت رندا خطفت بنتي وجابتها لعندك. مين اجى لعندي؟ عماد بيك الله يرضى عليك، ليك السيارة برا. انا ماني جاي اعمل مشاكل، انا جاي احكي كلمتين برواق ونتفاهم. ايه شو عليه؟ ما التفاهم حلو، ليش المشاكل؟ خلينا نخلص منها. ما هيك خلص. رندا الله يسامحك فيها، خليها عندك. أنا جاي أخذ بنتي وأمشي. وشو اللي بيضمن لي إنه إذا راحت معك ما يصير عليها شيء؟ عماد، بيصير ولا ما بيصير؟ أنت شو دخلك؟ لا يا أبو لميس، المخلوقة جاية ممسوحة فيها الأراضي، جاية يا كباه يا تعساه، وأنت جئت لي ما بضمن سلامتها؟ أنت إذا صايرة معك هاي القصة، شو بتساوي؟ قلي. بلا عماد بيك، هيك بعمل، بضمن لك انه ما حدا يمد ايده عليها. طيب خليني اسالها وبرد لك جواب. عماد بيك ما بدي تسالها، بدي تقنعها بعد اذنك. واللي بدك يا انا جاهز. لا يا ايهم بيك شو هالحكي هذا، انا ما بدي شيء وخلاص، ما بصير غير كل خير. ماشي خليني اشوفها لو سمحت. يا سريمة
ضرونا الله يرضى عليكم. بابا شبك حبيبتي، انا بعرف انك زعلانه مني ومعك حق، بس انا هذا كل اللي عملته من شانك، لاني بحبك ولانك اغلى مخلوقه بالدنيا على قلبي. الله يرضى عليك، هلا بتحملي حالك وبتمشي معي. ابو لميس طول بالك، ما بصير غير اللي بدك اياه. روق ناطرك بابا ناطرك. خلص حبيبتي لا تخافي، نحن ببيت عماد يعني ما راح يصير علينا شيء. خلينا نطلع. آسفة تأخرت عليك، بس لبين ما هديت أعصابها المسكينة ماتت من رعبتها. الله يعينها، جايتها أيام صعبة. طول ما نحن بحمايتك أكيد ما في شي صعب. حطي حالك بمحله، ما هي بنته وأولتها وآخرتها بدها ترجع لعنده. ما بلومك لأنك خايف منه. أنا بدي خاف منه؟ لا يا رندا، لما تفرعن حطيت راسه تحت صباطي وإجا يستسمحني وباسطي. لكن شو المشكلة؟ المشكلة إني خايف على سمعة البنت. شو بدهم يقولوا العالم؟ هربت لعند واحد غريب؟ بس لو كنا متجوزين بيقولوا هربت لعند جوز خالتها. لك قلت لك يا عماد إنه بدي وقت لفكر. أنت ما عم تفكري، أنت عم تشتري وقت لتضلي قاعدة هون. أنت بس عم تأجلي وأنا فهمان عليكي وبمزاجي. طيب عطيني وقت وبرد لك خبر. يومي مني؟ لا لا يا ريما، لا لا تكون قاسي تالي كثير لك ابني. والله ما بخفيك يا شاكر بيك اني توترت شوي، بس حط حالك محلي، يعني واحد عم يضحك على بنتك وابصر شو صار بيناتهم. يعني شاكر بيك انا هذا الحكي ما بحكي قدام حدا، بس لانه انا بعتبر انه نحن عائله واحده. وعز يا ابني وعز، انا شو بقدر ساوي؟ يعني هن الحقيقه شغلتين شاكر بيك. أول وحدة إذا سيادتك بتمون على عماد إنه يطلع البنت من عنده ويرجعها على البيت، بكون ممنونك طول العمر. محلولة يا ابني محلولة. أي وشغلة تانية من السيد لؤي، إذا بتقلع هذا الموظف عندك اللي اسمه حازم. أوف، ليش ده كان يلعب؟ لأنه بدي أمسح فيه الأرض، بس ما بدي أقرب عليه وهو بشركتك ومحسوب عليك. خلاص تكرم عينك، بكرة بيكون قرار فصله طالع. لؤي بيك أنا ما بدي أحرجك، إذا بتحب تستنى لبعد الإيفنت ما في مشكلة. لا لا ما في مشكلة، أصلاً الإيفنت أموره خاصة وتقريبا يعني صار. معليش يا ابني معليش، أجلوا أجلوا لبين ما يخلص الاحتفال، وهي أيام موجود قدامك وما عنده مانع. ما هيك يا ابني؟ اللي بتأمر في سيادتك أنا جاهز نفسه. وهلا اسمحوا لي. الله معك أيهم بيك. الله معك. الله معك. يعطيك كل العافية. الله معك، مع السلامة. ليش خليتنا نأجل؟ لأنه بتكون حمار معبك بنطرون إذا بتصرفه قبل ما تعرف شو عم بيصير. إيش بده يكون عم بيصير يعني؟ زلمي بده يربي بنته وصاحبه. هذا الزلمي وسخ، عم يطبخ طبخة وسخة، أنا ما بعرف شو هي. على كل حال أنت ما بتتصرف قبل ما تحكي مع عماد. والله شايف لك عماد اللي عم يطبخ الطبخة الوسخة. شو عرفك؟ وي أنا ما عم بقدر أتخيل حالي مع حدا غيرك، ما عم بقدر أبداً، خصوصي مع هذا الحيوان عماد اللي إذا ما أجيت لعنده على الفيلا بده يقلاني من الشغل. شو على كيفه؟ شو بتشتغلي عنده أنت؟ بيبي أنا بعرف أنه هو شريكك، بس أنا عندي شغلك أهم من العالم كلياته. إيه نعم شريكي، بس ما بيحق له يتدخل بهيك قصص أبداً، أنا بورجيه. لا لا لؤي مشان الله لا. لك طولي بالي. لا لا
أنا حكيت لك هذا الحكي لحتى يضل بيناتنا. والله العظيم إذا عماد بيدرى ليذبحني. بعدين أنا ما لحق بيصير فيني مثل ما صار بسوية. ضربنا عصفورين بحجر. أول عصفور إنه دقينا سفين بين لؤي وعماد، وهذا أهم شيء. هلا لؤي ما عاد يصدق أي شيء بيحكي عماد عن عبير، وهلا بقى بدنا ننطر. وعلى فكرة لولي، عماد عم يحاول يسحب من عندك موظفين. موظفين مثل مين؟ الحازم. أنا قررت أرجع على البيت. إيه مستحيل خليكي تتزوجي مشاني. أصلاً من أول ما فتت على حياتك ما أجاكي مني غير وجع القلب ووجع الرأس. كتير غلطانة. رجعتك كان أحلى شي صار بحياتي من زمان لهلا. وأنا حابة ضل شي حلو بحياتك. ما بدي تتورطي بهي القصة كرمالي. يا عمري أنتي، أنا تورطت من زمان ومشي الحال. أنتي ما دخلك. بس أنا مستحيل أتحمل أنك تنأذي. إذا في حدا مر علي بكل حياتي بيستاهل إني أتورط بسببه فهو أنتي. بس أنا ما بستاهل كل هالشي. بستاهلي أكتر من هيك. ليش؟ يعني غير إني كومت لك كل هالمصايب فوق راسك، أنا شو عملت لك؟ نفيتيني. لك خالته مشان الله خلاص. خلاص افهمي علي إذا بتريدي. وغلاطك عم بحكي عن جد. أنا من لما تركت أنا وإياك ما عاد فرحت بشي، ما عاد حلمت بشي. كنت كل يوم بحط راسي على المخدة وفكر انتي عايشة؟ في حدا سائل فيكي اصلا اذا ميتة ولا عايشة؟ هذا الشي كان يدبحني. انا عندي مشاعر وعواطف بدي اعطيهم لحدا بيستاهل، لحدا حسه قطعة مني. عرفتي انت شو عطيتيني؟ شكرا لك. لو شو ما عملتي ما بكفيكي. لو اي ناطر ايهم شو بده يعمل، وايهم ناطر عماد يرجع له بنته، وعماد ناطرني أنا، إيه أو لا؟ جوابي رح يغير كل شيء.